كثيرون من قبل لا يعرفونه، جاء بلا ضجة وأحدث ضجة كبيرة. الحاج بوغاش هداف القادسية يعرف بنفسه. لعبت في اول في النادي اولمبي ارزيو، المدرسه الاولى بتاعي. لعبت من الناشئين حتى الشباب، بعدين انتقلت لرائد القبه في العاصمه. هي اولمبي ارزيو جايه في غرب الجزائر مع ولايه وهران. لعبت سنتين مع رائد القبه، بعدين انتقلت الى اتحاد البليده، لعبت موسم، بعدين انتقلت الى العميد، عميد الانديه الجزائريه مولوديه الجزائر. لعبت فيها 5 سنوات لغايه العام اللي قبل. بعدين انتقلت لدوله الامارات مع نادي الامارات الاماراتي. وهذا العام عندي اول تجربه في المملكه العربيه السعوديه. اول مبارتين اثنين جاني شباب، كنت في المول مع الاهل والبنت. جاني قال لي انت لاعب، يعني استغربت، يعني مبارتين ما يعرفون. جاء قال لي انت كابتن حاج، ويعني ان شاء الله متفائلين فيك. قال لي يدك باش صورك مليح. صراحه هو عنده مستوى ثابت، هو المهاجم ناصر الشمراني، يعني مهاجم عنده 3 سنين يعني في نفس المستوى ما شاء الله، وان شاء الله يتم في هذا المستوى. في الاكل اول شيء اللي يعجبني تميس، يعني اول مره كنا رايحين المعسكر، نزلنا في على محطه عشان الباص ياخذ بنزينه، لفيت من وراء لقيت واحد قلت له شو هذا، قال لي تميس، اخذته على طول. وبعدين كل اللعيبه جاوا من هذاك اليوم وخلاص التميس لازم يكون في الطاوله. لقب الدوري الحين في ايدي الشباب، كل صار لانهم عندهم 4 مباريات بدون انهزام، والدوري لما تبدا صح وتجمع نقاط في اول دوري الإياب، يعني تكون ترتاح في القادسية، يكون إن شاء الله مفاجأة الدوري إن شاء الله.